بسم الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. اليوم تم افتتاح مشروع الحياة بير صدقة جارية عن المرحومة تمام رفعت عبد الله عبد القادر رحمه الله، واسكنها فصيحة جنالي. نوع البير الارتوازي بإشراف تراحم سناول الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض الكوثر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم ورحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد كما ينقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.